كيفية إلغاء خاصية أصدقاء فيسبوك على حسابك في تطبيق التيك توك؟ كما ترون يا أحبائي، هذه الصفحة الرئيسية في تطبيق التيك توك يا أحبائي. تقومون بالذهاب إلى الملف الشخصي هنا، تضغط عليه هكذا، وبعد ذلك تقوم بالضغط على 3 نقاط في الأعلى، تضغط عليها وتذهب إلى الإعدادات والخصوصية، أو تخرج لك كما على حسب اللغة التي أنت تريد بها تدير بها حسابك. تقوم بالضغط عليها هكذا، ثم بعد ذلك على الخصوصية، ثم بعد ذلك إلى اقتراح حسابك للآخرين، ثم بعد ذلك تقوم بإلغاء خاصية أصدقاء فيسبوك من هذا المكان بالضغط على هذا الزر، وقد تمت العملية بكل نجاح. إذا نصل إلى الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر لايك للاشتراك بقناتنا. السلام عليكم ورحمة الله.